السلام عليكم. ما زالت الأمم في فسحة من الخير ما دام مثقفوها وعلماؤها ونخبها يقومون مقام القائد والموجه. هل هذا ينطبق على الحالة العربية؟ ثمة التباس في تحديد موقف النخب العربية من التحولات التي تواجهها المنطقة وفي تحديد مدى الوعي والإدراك الذي تتمتع به هذه النخب إزاء التفاعلات الدولية التي تنعكس على المنطقة العربية بشكل مباشر. أي دور قام به المثقف العربي في موجة الثورات التي ضربت المنطقة؟ هل البيئة السياسية العربية منتجة للمثقفين؟ وما حجم البنية التحتية الثقافية في الدول العربية؟ إلى أي مدى ما زال المثقف العربي قادراً على إنتاج الأفكار؟ هل انقطع حبل الثقة بين المثقفين والجماهير؟ كيف يمكن لطبقة كبيرة من المثقفين الخروج من قفص الاتهام الذي صنعته ألسنة الجماهير الساخطة؟ هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد. لا تحلموا بعالم سعيد، خلف كل قيصر يموت قيصر جديد. هكذا تكلم الشاعر أمل دنقل متقمصا دور الثائر في مرحلة اليأس بعد انكسار الحراك الثوري، وهكذا يمكن للمثقف أن يلعب دورا بالغ السلبية في إثناء الناس عن مجرد الحلم بالتغيير في مجتمعاتهم. مع الحراك الثوري الذي شهدته بعض العواصم العربية قبل عدة سنين، وبعدما آلت إليه الأمور من فوضى عارمة باتت تضرب أركان البيت العربي إثر انحسار موجات الربيع العربي وتمكن الثورات المضادة من الإمساك مجدداً بمقاليد الأمور، بات السؤال الأكثر إلحاحاً في الأروقة الفكرية يتعلق بالمثقفين العرب أو من اصطلح على تسميتهم بالنخبة، إذ كشفت ثورات الربيع العربي تصدعاً في العلاقة بين المثقف العربي ومجتمعه. فأكثر المثقفين العرب بدوا منفصلين عما جرى في المجتمعات العربية من حراك ثوري تجاوز كثيراً حدود طموحهم النظري الذي ألجأهم في كثير من الأحيان إلى التعايش مع السلطة، بل وربما التحالف معها. ليسقط بعض المثقفين العرب في فخ العداء للثورة ومساندة الثورات المضادة تحت شعارات مموهة تتحدث عن وجود مؤامرات خارجية تهدد استقرار المنطقة عبر إثارة الشعوب ضد حكوماتها. وبحسب متخصصين فإن المثقف شخص لا يختلف كثيراً عن غيره من أفراد مجتمعه، سوى أنه يحمي قيم الخير والعدل والحرية ويدافع عن المظلومين وحقوقهم بحياة حرة كريمة. من هنا فليس مفهوماً ولا متقبلاً بالمرة أن ينتهي الأمر بالمثقف مدافعاً عن سلطة يفترض به نقدها، ومهاجماً لكل محاولة شعبية مطالبة بتحقيق القيمة الإنسانية النبيلة التي يدعي ذلك المثقف حمايتها. هنا تبدو الهوة أعمق بين المثقف والمجتمع، فيغيب عن أداء الدور المنوط به في توعية المجتمع، بل ويسقط في أول اختبار حقيقي لما يحمل من قيم، فيسهم في وأد التجارب المجتمعية الوليدة لنيل الحرية. الأمر الذي يطرح كثيراً من التساؤلات عن ماهية المثقف الحقيقي، وكذلك عن مشروعية العلاقة بين المثقف والسلطة. أنتقل إلى ضيوف الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ سمير نشار المعارض السياسي السوري، وعبر سكايب كل من حسام الشاذلي أمين السر العام للمجلس المصري للتغيير، ومن لبنان طرابلس حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من لبنان مع القطب، من هو المثقف عموما؟ من الذي تنطبق عليه صفات المثقف بالمطلق؟ طبعا كتمهيد لما يدور حوله النقاش في هذه الحلقة. سيد حسان، تمام، لا بأس، ليس جاهزا حتى الآن، أبدأ معك. إذن بالمعنى الحقيقي والعميق لعبارة المثقف والمثقفين، هل البيئة السياسية العربية على امتداد العقود الماضية بعد مرحلة التحرر من الاحتلالات الغربية،
قادرة على إنتاج مثقفين حقيقيين؟ أعتقد حسب المرحلة التي نتحدث عنها، وهي تعود إلى كل قطر عربي على حدة. سوريا على سبيل المثال، مرحلة الاستقلال وحتى استيلاء حزب البعث على السلطة، كان هناك مرحلة من الحرية ومن الديمقراطية التي سادت سوريا، والتي أفرزت الكثير من الكتاب والمثقفين نتيجة مناخات الحرية التي كانت سائدة في سوريا، التي تسمح للصحفيين والإعلاميين والمثقفين في أن يلعبوا الدور المنشود والمطلوب منهم في المجتمعات، وخاصة في المجتمعات التي كما ذكرت تسودها قيم الحرية والعدالة واحترام الرأي الآخر. وكلها أنظمة تستطيع أن أقول من بعد الاستقلال أنها ذات سمة ليبرالية. أغلب الدول العربية التي خرجت من المرحلة الاستعمارية، لكن على فترات متلاحقة للأسف الشديد هذه المرحلة تم قطعها نتيجة الانقلابات العسكرية تحت مسميات تقدمية وشعارات، للأسف أثبتت عشرات السنين أن هذه الشعارات أعادت هذه المجتمعات إلى العشرات من السنين إلى الخلف، وفقدت هذه المجتمعات حيويتها ودورها في بناء مستقبلها ومستقبل تلك المجتمعات وتلك الدول. المثقفون لا شك بتقديري وبرأيي المتواضع هم نخبة طليعية متقدمة في الثقافة على باقي شرائح المجتمع، وهم مناط بهم الدور النهضوي والتنويري واستشراف المستقبل وتسليط الضوء على المشكلات والمآزق التي يعاني منها المجتمع، مجتمع أي دولة ومجتمع أي مجموعة بشرية، سواء كان نتحدث عن دول عربية بأي دولة عربية. لذلك وحسب تلك المراحل أنا أعتقد أن دور المثقفين هو دور كان دائما يتمحور حول طبيعة النظام السائد، هل يسمح له بأن يقوم بما هو مطلوب منه في تسوير أو تحريض المجتمع ليقوم بدوره ويأخذ زمام المبادرة في إصلاح أوضاعه المثقف، وكما أذكر في سوريا تحديدا كنموذج المثقفون السوريين منذ عام 2000 وحتى 2010 وانطلاق الثورة السورية لعبوا دورا تحريضيا. وبكل بساطة أقول أنا انخرطت في المعارضة السورية نتيجة دعوات المثقفين السوريين عندما أصدروا بيانهم في عام 2000 الدعوة لإلغاء حالة الطوارئ ربيع دمشق. ربيع دمشق، نعم ربيع دمشق هو إنجاز للمثقفين السوريين، والذي هذا الربيع يعني كان تحت غطاء السلطة وبتمرير من السلطة، ثم انقلبت عليه السلطة وزجت من زجت في السجون وطاردت الآخرين. دعني أذهب إلى إلى لبنان. مرحبا بك مرة أخرى سيد حسان. كنت قد سألتك هنا، طبعا ضيفنا الأستاذ سمير نشار يقول إن البيئات العربية في مرحلة ما بعد التحرر من الاحتلالات الغربية أفرزت، وضرب مثلا سوريا، أفرزت مثقفين نوعيين قادوا المجتمعات بشكل أو بآخر. السؤال هو من هو المثقف الذي تنطبق عليه صفات المثقف في المطلق بشكل عام؟ هل السؤال ده لي؟ لك سيد حسان. حسان الشاذلي. أنا الدكتور حسان الشاذلي. طيب أبقى معك، يعني هنا لدي لك سؤال، هل وظيفة المثقفين والنخب في المجتمع وظيفة ثقافية معرفية أم أوسع من ذلك، كأن تنسحب على الساحة الاجتماعية مثلا؟ المثقفين عادة دورهم هو قيادة المجتمع، وهم نخبة المجتمع، يفترض أنهم أصحاب رؤى وأفكار وأصحاب مخططات، يجب أن يكونوا صادقين في تقديم وجهات النظر، وخاصة أنهم متقدمين على سائر المجتمع. يمكن أن يكون المجتمع جميعه في حالة ثقافة عامة ويعلم بكافة الأمور ويدرك ماذا يجب أن يفعل. لأن هناك نخب تقود المجتمع، وهذه النخبة يجب أن تكون مثقفة في كافة القطاعات، سواء كان سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. هذه النخب متوفرة في مجتمعنا، ودورها هو توعية المجتمع
ورسم مخططات مستقبلية له لحل مشاكله والانطلاق به نحو مستقبل أفضل. حقيقة معذرة سيد حسان، يعني السؤال الموجه لك ربما حصل التباس. السؤال الموجه لك هو: من هو المثقف الذي تنطبق عليه صفات المثقفين، وما حظ العرب من هذه الصفات؟ المثقفين العرب طبعا. المثقفين مجتمعنا هو من يدرس مشاكل مجتمعنا ويفهم ما هي مشاكله ويدرك كيف يتعاطى مع هذه المشاكل ويستطيع أن يقدم حلول لهذا المجتمع. المشكلة الآن أن هناك في مجتمعنا الآن نكهة كثيرة وهناك علاقات كثيرة، ولكن الثقافة ليس متوازنا في كافة القطاعات. هناك كثير من يتم تقديمهم لنا على أنهم مثقفين، لكنهم لا يملكون وجهة نظر، لا يملكون رؤية، لا يملكون مخططات تشكيلة مجتمعنا. وهم مع الأسف أحيانا يكونون في مقدمة الناس في مواقع مسؤولية، في مواقع أكاديمية ومواقع تعليمية، لكنهم لا يملكون رؤية. المثقف هو من يملك رؤية وجهة نظر يقدمها للمجتمع حتى يناقشها المثقفون، ويستطيعوا من خلال الحوار والنقاش الوصول إلى أفضل الحلول وإلى تقديم حل عملي وفعلي لمشاكلنا والنهوض بمجتمعنا. هذا هو طيب سأعود إليك، لكن دعني أذهب إلى فيينا. سيد حسام، يعني كما سألتك من قبل، كثير من المثقفين، يعني هل المثقف بشكل عام ينحصر دوره في القضايا المعرفية والسياسية، أم أنه له دور اجتماعي؟ سيد حسام، هل وظيفة المثقفين والنخب في المجتمع بشكل عام هي وظيفة سياسية معرفية، أم تنسحب على مستويات وأصعدة تتعدى هذين الحقلين، كأن تنسحب على الساحة الاجتماعية مثلا للمثقفين وظيفة اجتماعية أيضا؟ تسمعوني سيد حسام؟ طيب أعود مرة أخرى إلى بيروت، معذرة، أعود مرة أخرى إلى بيروت. أستاذ حسان، كثير من المثقفين إن لم يكن أكثر النخب التقليدية العربية كانت تقف في صف السلطة على الدوام، وهو طبعا ما يعني ما الأسباب الجوهرية التي قادت أسماء كبيرة في ساحة الفكر والثقافة إلى الاستفاف إلى جانب السلطة على مدار التاريخ، مع الاعتراف بوجود نماذج قاومت السلطة لكنها تبقى أفراد؟ سؤال يصل متقطع جدا، لم استطيع يعني احتواءه، الصوت غير واضح ابدا. تسمعني الان بشكل واضح؟ الصوت متقطع، ارجع السؤال. طيب قلت لك كثير من المثقفين على امتداد الحقب الماضية من بعد مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار او من الاحتلالات الغربية، هذه النخب التقليدية العربية غالبا ما وقفت في جانب السلطة على امتداد هذه المراحل، وهو طبعا ما دفع بعض المراقبين إلى وصف هذه الظاهرة بالزندقة الثقافية. طبعا هنا أقتبس، ما الأسباب الجوهرية التي قادت أسماء كبيرة في الساحة الثقافية إلى اختيار السلطة؟ تقصد هنا أن المثقفين الذين يتعاونون مع السلطة ليكونوا في خدمة السلطة؟ هذا فهمه من السؤال، لأنه لا زال هذا هو تماما السؤال. المثقف في مجتمعنا الآن، المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، لا يستطيع أن يجد موقعا له إلا إذا كان متعاونا مع السلطة. المثقف الذي يحاول أن يقدم رؤية للمجتمع سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو سياسية يصطدم بالسلطة، فهو إما أن يكون معارضا مقيما وإما مهدد بالسجن، وإما أن يضطر للمغادرة والهجرة. فالمثقفات المثقفين وليس جميع المثقفين لا يجدون لهم مكانا على الساحة المحلية إلا إذا كانوا في حالة تعاون وتعاون مع السلطة. بعضهم يتعاون بشكل إيجابي، معنى أنه يقدم رؤية، يقدم أفكار، يقدم مخططات، يقدم رؤية إصلاحية للسلطة الحاكمة. وبعضهم يكون متسلسلا حيث يكون في خدمة هذه السلطة، ومهمته هو تبرير ما تقوم به هذه السلطة ومحاولة إقناع الجمهور أن ما تقوم به هذه السلطة ولخدمتها. فهنا المشكلة الآن الحقيقية في مجتمعنا أن المثقف الحقيقي، المثقف الذي يملك الخبرة والرؤية والثقافة الحقيقية، لا يجد لنفسه مكانا حقيقيا في الساحة العربية، لأن موقعه دائما إما أن يكون في حالة صدام مع السلطة، وإما أنه في السجن، وإما عليه المغادرة والهجرة إلى الخارج.
وهذا ما يجري الآن على ساحتنا، حيث نرى الكثير من المثقفين وخاصة المتخصصين في علوم النبع الذات يجدون لهم مكانا في الدول الغربية ويكونون مثالا ناجحا، ونتباهى بهم نحن أيضا في مجتمعاتنا أن هذا فلان عربي وهذا من هذه الدولة تلك الدولة وهم ناجحون في الخارج، أما في الداخل في داخل مجتمعاتنا لا نجد لهم مكانا لأن مؤسساتنا الرسمية لا تستطيع استيعابهم أو أنها لا تريد استيعابهم. طيب دعني أتحول إلى فيينا. سيد حسام، أرجو أن تكون الأمور على ما يرام الآن. وظيفة المثقف بشكل عام، يعني حدود هذه الوظيفة، هل هي في الحقل السياسي المعرفي فقط أم أنها تتعدى إلى جوانب أخرى؟ الدور الحضاري والاجتماعي والسياسي، الوظيفة الثقافية يجب أن تتعدى حدود الإبداع الثقافي فقط إلى إمكانية صناعة التغيير في المجتمعات. حقيقة الأمر أننا عندما ننظر أو نحاول أن نتفهم وظيفة المثقف يجب أن ننظر إلى النسيج الاجتماعي للمجتمع ونتفهم التاريخ الملحق بهذه المجتمعات. فعندما نقوم بتحليل التطور الثقافي العربي في الحقبة الحديثة نجد أنه وللأسف أن غالبية الأفكار الثقافية العربية أو المثقفين العرب كانوا مجرد توابع أو انعكاسات للثقافة الأوروبية، فلا يوجد في الحقيقة كثيرا ما يعرف بالثقافة العربية الأصيلة التي يمكن أن تساهم في صناعة مجتمع عرب تغييري ديمقراطي حر. ولهذا فوظيفة المثقف أو دوره في العالم العربي تم تحكيمها أنها فقط تحولت إلى مجرد انعكاس للثقافة الغربية، ومن الممكن في الحقيقة أن تنظر حتى إلى هؤلاء المثقفين والعلماء الذين حازوا على أعلى جائزات العالم العربي بما فيها جائزة نوبل من الأكاديمية السويدية العريقة، فستجد أن أغلب هؤلاء المثقفين هم في الحقيقة يقدمون أعمال تأخذ طابع ختم الموافقة من المجتمع الغربي وتقدم الثقافة العربية من منظور غربي، وهذا في الحقيقة هو أخطر ما يحيط بدور المثقف العربي ودوره في العملية التغييرية السياسية والاجتماعية والحضارية. طيب لماذا نشأت هذه الطبقة من المثقفين الذين يعني يرتوون من معين الثقافة الغربية وليس من معين صافي أصيل يرتبط بأمتهم العربية مثلا؟ أعتقد أن السبب الأساسي هو غياب الجذور الحقيقية للثقافة العربية بسبب الحكومات القمعية والديكتاتوريات التي سمحت فقط للأفكار الغربية المصطنعة أن تكون مرآة لأي مثقف عربي يريد أن يظهر. إذا نظرنا في الحقيقة سنجد أن الثقافة العربية أو المفهوم الثقافي العربي ما يعرف به بدءا من الديمقراطية للماركسية للعلمانية ثم ما يعرف به البرو ويسترن اللي هم داعمي الفكر الثقافي الغربي أو من يعملون ضد الفكر الثقافي الغربي، في الحقيقة هؤلاء كانوا بيعملون في المساحة المسموح بها من السلطان من الحكم، ولكن فكرة أن تقوم بإنشاء فكر ثقافي عربي أصيل مرتبط بالمجتمع، هذا في الحقيقة مرتبط بالبيئة الاجتماعية التنشيئية بوجود الحريات بوجود مفهوم التعبير والإبداع والحرية. ولذلك فقد انتهينا اليوم والأسف بات لدينا شريحتين من المثقفين العرب. الشريحة الأولى هي في الحقيقة شريحة المثقفين باستبدال التاء بالسين فأصبحوا مثقفين ممن يعني يطبلون وينافقون للحكم، ولدينا شريحة أخرى هي شريحة المنفصلين عن الواقع، سواء كانوا منفصلين بأنهم ارتضوا أن يعني يعملوا في الإبداع والفكر بعيدا عن التغيير وبعيدا عن السياسة وبعيدا عن الحكم وبعيدا عن كل قضايا المجتمع بتلافي الأخطار التي يمكن أن تحيط بهم، أو شريحة المنفصلين بسبب وجودهم في غياهب السجون والمعتقلات. فالحقيقة أنه في العالم العربي لم توجد مساحة من الحريات الحقيقية
ولا من المجتمعات التي يمكن أن تنشئ جيل من المثقفين الحقيقيين، ليس الآن ولكن منذ فترة طويلة جدا. طيب سنبحث بعد الفاصل مدى الدور الذي لعبه المثقفين في الحراك الذي نشاهده في عدد من الدول العربية، لكن نذهب إلى فاصل ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله مجددا في الحديث عن النخب العربية وعلاقتها المفترضة بالتحولات التي تواجهها المنطقة. أعود إلى الأستاذ سمير، هل ثمة دور حقيقي ومؤثر وفاعل يمكن رصده للمثقفين أو النخب العربية في الحراك الذي شهدته الدول العربية؟ أظن أن هناك أدوار مختلفة، لكن لا يمكن أن نضعها ضمن قالب واحد أو دور واحد في جميع الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي. ربما أستطيع أن أقول أن هناك في سوريا على سبيل المثال حاول المثقفون اللعب في دور أساسي والدفع باتجاهات الثورة ما قبل الثورة وأثناء الثورة، بغض النظر عن حصاد هذا الدور سواء كان حصادا إيجابيا أو سلبيا، لكن لا يوجد قاعدة مشتركة ما بين جميع المثقفين في الدول العربية نظرا لاختلاف الشروط المحيطة في كل ثورة سواء كان الثورة المصرية أو الثورة لكن حتى التونسية. حتى مشاركة المثقفين والنخب العربية حقيقة يعني الملاحظ والمراقب يجد أنها كانت تابعا للحراك الشعبي وليست صانعا له، وبالتالي هذا غياب، هناك غياب حقيقي في هذه، لماذا؟ أنا أعتقد أنه الفترة المديدة من الأنظمة الاستبدادية القمعية للمجتمعات العربية والتي استمرت 30 و40 عاما أتت الثورات العربية، ثورات الربيع العربي هي نتيجة هذا الاحتقان المديد كانفجار للمجتمع، ولا يستطيع أحد أن يدعي أو يزعم لا نخب سياسية ولا نخب ثقافية أنها هي التي لعبت الدور الأساسي في تفجيره. جميع الأدوار كانت أدوار غير مباشرة وليست أدوار مباشرة في تفجير هذه الثورات، كانت ثورات شعبية بالمعنى الحقيقي عندما انفجرت هذا المجتمع نتيجة القمع والاستبداد والفساد والتهميش والبطالة. تداخلت عوامل كثيرة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية في توليد هذه الثورات، وبالتالي هناك ربما عملية لحاق حتى من النخب السياسية وليس من النخب الثقافية فقط في هذه التيارات وفي هذه الثورات التي أدت إلى الوضع الذي نعيشه اليوم في عدد من الدول العربية. الأنظمة الاستبدادية خلال 30 أو 40 عاما عملت على تهميش جميع الفئات النخبوية وألحقتها بها. هناك مثقفين السلطة الذين اختاروا أن يكون خيارهم إلى جانب السلطة لأنها هي من يمكن أن تعطيهم الميزات، وهي أعطوها المثقفين، أعطوها الولاءات،
وعطوها أيضا المبررات المعرفية والثقافية لهيمنة هذه الأنظمة. يعني كانت الساحة السورية خالية من المثقفين الحقيقيين الذين صنعوا هذا الحراك؟ أنا أعتقد أن هناك لا مثقفين كانوا مضطهدين في سوريا تحديدا وفي أغلب الدول العربية. هذا الاضطهاد سواء كانوا موجودين داخل الأقطار العربية أو هم هجروا إلى خارج المنطقة العربية، وكان هناك الكثير من المثقفين في أوروبا. وربما دعني أقول أن هناك ظاهرة ربما خلافا للقاعدة السائدة في أغلب الدول العربية، وهي الوضع اللبناني الذي سمح نتيجة الحريات المتوفرة في الدولة اللبنانية أن الكثير من المثقفين من جميع الأقطار العربية لجأوا إلى لبنان، لأنهم شعروا أن لبنان هو واحة للحرية في هذه الصحراء القاحلة التي اسمها الوطن العربي. طيب أذهب إلى طرابلس. سيد حسان، لا شك أن الأحداث تشي بتغيرات حقيقية وعميقة في المنطقة وحتى في العالم. هناك من يتحدث عن إعادة بناء النظام الدولي كله على أسس جديدة. السؤال هو النخب العربية في هذه التفاعلات السياسية والاستراتيجية الحاصلة في العالم وحتى في المنطقة العربية، إلى أي مدى هي مدركة واعية بطبيعة ما يحصل؟ بداية يجب أن نفيد النظر بواقعنا العربي. نحن هناك مشكلة في العالم العربي، أن هل نحن أمة أم نحن كيانات؟ جزء من معظم المثقفين العرب لا يزال يشعر أنه جزء من أمة أكثر مما أنه فاعل في كيان يعيش فيه، سواء كان سوريا أو لبنانيا أو عراقيا. البعض لا زال يعيش حالة الأمة، الأمة التي يجب أن تكون موحدة. فالقوميون يشعرون أنهم جزء من أمة عربية واحدة ويسعون لتعميم هذه الثقافة بحيث يتجاوزون مشاكل الكيان وينظرون إلى مشاكل كيانات أخرى. وأيضا هناك اختلاف في المشاكل بين هذا الكيان وذلك الكيان، الأزمات التي يعيشها كل سيد حسان. هذه الحالة، حالة الأمة سواء كان النخب القومية أو النخب الإسلامية، حالة الأمة هذه برأيك هي مصدر خلل أم مصدر صحي؟ هي مصدر صحي، أن يكون الإنسان يشعر أنه جزء من أمة، وأمة عظيمة، وأمة لها دور في هذا المجتمع، في هذا العالم الذي يسعى إلى أن يكون قرية واحدة. ولكن نحن الآن إذا كنا في كيان سواء كان لبنان أو سوريا أو العراق أو أي كيانات قوي، هذا الكيان إذا كان قوي متمكن والمثقف له دور فاعل وحقيقي في إدارة شؤون هذا الكيان وتوجيهه توجيه صحيح وإدارة شؤونه واستغلال موارده وثقافته بشكل جيد، يكون قيمة مضافة لهذه الأمة. أما إذا كانت كياناتنا كلها في حالة صراع، والصراع ينتقل من كيان إلى كيان نتيجة عدم وضوح الرؤية أن كم أمة، هذا يكون هذا الكيان سيكون عبء على باقي مكونات هذه الأمة العربية أو الإسلامية. المطلوب من المثقفين إعادة النظر في واقعنا العربي والإسلامي. المطلوب هناك أن يكون هناك لقاءات موسعة. قبل الحديث عما يجب أن يفعله المثقفين الذي ربما نبحثه في المحور الثالث من هذه الحلقة، لكن كنت قد سألتك إلى أي مدى هذه النخب العربية تمتلك وعيا بطبيعة ما يحصل، حتى مع يعني التسليم طبعا جدلا بأنها تعيش حالة الإحساس بالأمة. هل ثمة إدراك حقيقي لطبيعة المتغيرات الحاصلة الآن في العالم، وبالتالي يمكن أن تسهم في بلورة مقاربة للدول العربية للشعوب العربية ما ينبغي أن تتعامل مع هذه التغيرات؟ ما جرى خلال السنوات الماضية يؤكد أن هناك وعيا متناميا لدى معظم فئات الشعوب العربية، وأن هذه الثورات التي انطلقت تدل عن هذا الوعي وعن الرفض، عن رفض الواقع المؤلم الذي كانت تعيشه نتيجة سنوات من الاضطهاد، من الحكم العسكري، من الدكتاتوريات. كيف تعيش الشعوب العربية حالة وعي سيد حسان وجل الثورات العربية يعني أخفقت أو تعثرت؟ يعني في سوريا الآن تم تسليم الملف للجميع ما عدا السوريين، في ليبيا الآن الجميع يتحكم ما عدا الليبيين، نفس الشيء في اليمن. كيف هناك وعي والثورات متعثرة؟ لا يمكن أن نغفل التدخل الدولي القاصر، لا يمكن أن نغفل التدخل الأمريكي والروسي والإيراني والتركي، ودول كثيرة تتدخل في الشأن السوري. الشعب السوري بثورته أسس لحالة وعي عامة في سوريا، وإلا لماذا هذه الثورة زالت مستمرة وهذه التضحيات الكبيرة التي تم تقديمها؟ لماذا هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين والشهداء والجرحى؟
الذي أظهر الثورة هو التدخل الدولي الواسع. أبقى معك في الحالة السورية، السوريون سلموا رقبتهم بين قوسين للمعارضة السياسية، اليوم هم يقولون هذه المعارضة لا تمثلنا، فأين الوعي في هذه المقاربة؟ مجرد التحرك في الشارع السوري هو عبارة عن حالة وعي. المطلوب من المثقفين إدارة السوريون بشكل أفضل. هناك أخطاء وقعت لا شك، ولكن التدخل الدولي كان قاسيا. عندما يقول وزير الدفاع الروسي أنه شن 40,000 غارة وقتل 21,000 سوريا، هذا يعني أن هناك حالة دموية دون حدود. هذه روسيا فقط، ماذا عن الأمريكان، ماذا عن البريطانيين، ماذا عن الألمان؟ معظم الدول مارست القتل في سوريا سواء بالغارات الجوية أو بعمليات القصف أو إلى آخره. الشعب السوري هناك حالة وعي، لكن كيف نتعاطى مع هذا الوقت؟ هنا كان دور المثقفين، هنا كان يجب أن يبرز القدرة على إدارة شؤون الشعب السوري وقيادته بشكل أفضل مما تم خلال هذه الفترة الماضية، ولكن لا يمكن أن نتجاهل الضغط الدولي وتأثيره وطمعه لقمع هذه الثورة والحد منها أو لإجراءها. طيب، أريد أن أغوص مع حسام الشاذلي في فيينا عميقا في قضية يعني يكاد ينعقد الإجماع على غياب أي دور حقيقي وفاعل ومؤثر للنخب العربية في صناعة الحدث. في سياق الحديث عن هذه الأسباب لو غصنا عميقا، هل هذا الأمر، هذا الغياب مرتبط بأسباب أخلاقية لدى هؤلاء النخب أم بأسباب مثلا سياسية أو أسباب تتعلق بنقص الوعي لدى هذه النخب؟ أعتقد أنه في الحقيقة عندنا يعني يوجد مجموعة من الأسباب التي تجمعت كلها لتجعل المثقفين العرب من وجهة نظر منفصلين عن الواقع العالمي الذي يحتاجه العالم العربي من أجل أن يتغير، لأن إحنا لا نعيش في الحقيقة في المنطقة العربية ولا في المنطقة الإقليمية منفصلين عن العالم. لذلك فبعض المثقفين مما قد أسميت، يعني أرجو أن تحرر لي هذا المصطلح منفصل، النخب العربية منفصلة عن العالم، أن تحرر لي، تشرح لي هذا المعنى. في الحقيقة إن إحنا عندما يعني يستطيع المثقفين القيام بدورهم في العملية التغييرية وفي العملية السياسية وفي عملية نشر الوعي، يجب أن يكونوا على علم وعلى قدرة فيما يعني يتعلق بالمهارات الدولية التي نحتاجها فيما يتعلق بفكرة التخطيط، بفكرة التغيير، بفكرة الإبداع، بفكرة التعامل مع الآخر، بفكرة استخدام الوسائل الحديثة في التواصل واستخدام. في الحقيقة للأسف حتى الآن يتضح أنه عندما نتحدث مع غالبية النخب العربية المثقفة أو نحاول أن نشاركهم في مؤتمراتهم أو في أحاديثهم فيما يتعلق بالسياسة العربية، أشعر عادة أنني قد ركبت آلة الزمن إلى القرن الماضي، وأبدأ الحديث دائما في الحديث عن المصطلحات المتعارف عليها والتي لم تثبت ولم تقوم بأي تغيير أو بأي نجاح. طبعا إضافة إلى أن هناك فئة من المثقفين العرب اختارت البعد التام عن أي مسؤولية وعن أي دور حقيقي في المشاركة، فاختارت أن تكون في صف الحكم والحكام، بل ودعمت الأفكار اللا أخلاقية ودعمت المذابح ودعمت الانقلابات العسكرية والديكتاتورية الفاشية. لكن الحقيقة ما أراه هو الخطر الحقيقي، هو غياب الوعي التفكيري والقدرة التفكيرية المعاصرة. لأننا إذا علمنا أن العالم العربي بينه وبين العالم الحديث أكثر من 40 عاما فجوة فيما يتعلق بالأبحاث وبالأبحاث المتعلقة بالفكر والثقافة، لو علمنا أنه لا يوجد من يأتي، لا يوجد من يأتي إلى العالم العربي لكي يدرس أي فكرة ثقافية عربية. نحن لسنا يعني نعتبر كمجتمع عربي أو كجامعات عربية أو كجهات بحثية عربية، نحن لسنا قبلة لأي فرد لكي يدرس هذه الأفكار. لقد انفصل المثقف العربي عن المجتمع الدولي، أصبح هناك فجوة كبيرة جدا في القدرات. هذه الفجوة يجب التعامل معها لكي نستطيع أن نعيد الحصول على حقوقنا، لكي نستطيع أن نحارب التغييب الفكري، النزاع على الهوية، كل هذه الديكتاتوريات، الانقلابات. لا يمكن للمثقفين العرب أن يكون لهم دور بدون أن نقوم بعلاج هذه الفجوة، فجوة القدرة على التعامل مع الآخر الشخصي.
تخطيط الفكر التغييري وما إليه. نعم. طيب أستاذ سمير، يعني حتى النخب العربية التي تفاعلت مع الثورات، مع الحراك في الشارع، يعني كان تفاعلها أشبه بما وصفه المفكر الفلسطيني الراحل سلامة كيلا، وهنا أنقل لك الردح. كان المثقفون أو النخب العربية تردح وليست تصنع الحدث، غابت عن إنتاج الأفكار، لم تستطع أن تنتج الأفكار. هل هذا يقودني إلى سؤالك، إلى أي مدى، سؤال معكوس هنا طبعا، إلى أي مدى هذه النخب لعبت دورا في تعثير، يعني في تعثر هذه الثورات والاحتجاجات في المنطقة العربية ومراوحتها في مكانها؟ بدي أكون شفاف معك، لازم لك، أنا لست ميالا أن هناك عالما عربيا موحدا ونخب عربية واحدة. السياق السوري يختلف عن السياق المصري، والسياق المصري يختلف عن السياقات في المغرب العربي. لم يكن هناك في يوم من الأيام بمفهوم أم دولة عالما عربيا. العالم العربي لم ينجز دولة. كان هناك أحلام ربما تحولت إلى أوهام منذ 100 عام عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية، أن هناك أملاً أن تتوحد الدول العربية، لكن هذا الحلم وهذا العمل لم ينتج إلا كيانات قطرية. للأسف الشديد بعض المثقفين العرب وخاصة في بلاد الشام الذين كانوا من أنصار الوحدة العربية وقيام عالم عربي موحد لم يعملوا على تمتين الوحدة الوطنية للكيان السوري الذي كان بالنسبة لهم مرحلة مؤقتة، ولذلك سموه القطر السوري أو القطر العراقي أو القطر المصري. هذا يعني أنه كان هناك آفاق أو أحلام كانوا يريدون الوصول إليها المثقفين تحديدا، لكنهم للأسف الشديد اصطدموا في واقع نتيجة سياسات إقليمية ودولية في كل مرحلة حسب المرحلة، وكان هناك صراعات ما بين هذه الكيانات السياسية. لم نستطع أن ننجز كيانا بمعنى أمة تعادل دولة لا في سوريا ولا في مصر ولا في العراق. اصطدموا بواقع سياسي أم كانوا يعانون من أزمة معرفية كما قال؟ أنا أعتقد أن هناك عاملين متداخلين، سواء كان السياسي مع الثقافي، هناك تضارب ما بين السياسي والوعي وتشابكوا مع بعضهم، ولم ينتجي العاملين لم ينتجوا شيئا. لذلك اكتشفنا بعد 100 عام من سقوط الإمبراطورية العثمانية والتي كانت أغلب الدول العربية تخضع للسيطرة الإمبراطورية العثمانية، لم ننجز شيئاً على مستوى مفهوم أمة دولة. نعم، لم ننجزها. طيب، ما الحل؟ هذا بعد الفاصل. بعد الفاصل نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى لبنان مع السيد حسان قطب. في مثل هذه الحالة التي غاب فيها المثقفون عن الفاعلية، بالنسبة لك كمراقب وأحد هذه النخب، ما العمل بالنسبة للشعوب حرمت نعمة وجود نخب يمكن أن تقودها؟ ما العمل في المرحلة المقبلة؟ يجب القول والاعتراف أن هناك حالة وعي عامة لدى شعوبنا العربية، والدلالة على ذلك هو رفضها للواقع المؤلم الذي تعيشه. المشكلة التي وقع فيها المثقفون العرب هي عدم تقديم نموذج أو ما هي رؤيتهم للنظام البديل. في سوريا هناك ثورة، لكن ما هو النظام البديل؟ ما هو شكله؟ ما هي طموحاته؟ كيف سيوفق بين المكونات المختلفة؟ كيف سيعالج المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية،
ما هي رؤيته للحريات. هذه كلها كانت غائبة عن التقديم للمجتمع العربي، للمجتمع السوري، للمجتمع الدولي. فكان هناك غياب كامل، كانت الصورة فقط أن هناك صراعا مع نظام ديكتاتوري يجب التخلص منه. ولكن ما هو البديل؟ حتى أن البعض مارس نفس السلطة التي يمارسها ديكتاتور سوريا، بمعنى أن هناك البعض طموحه بالتخلص من ديكتاتور والحلول مكانه. هناك مشكلة حقيقية مارسها بعض المثقفين، بمعنى إما غياب المشروع الواضح الذي يمكن الالتزام به أو العمل على تطويره، أو أن هناك من يريد استغلال الثورة فقط للحلول مكان آخر. هناك إذا لم تكن هناك دولة تتولى يعني تتبنى مشروع، يعني كيف يمكن المثقفين أن يطرحوا مشروعا؟ المثقفون المفروض أن يكون هناك لديهم رؤية، لأن احتضان الحالة الشعبية واستيعاب مطالبها يجب أن يؤسس له عبر مجموعة تضع خطط مرحلية قريبة الأجل وبعيدة الأجل وتقديم هذا المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي أيضا كان فاعلا في تغيير الواقع في سوريا، كان مستوعبا للثورة السورية في بداية الأمر. وطبعا نحن نتكلم عن سوريا كنموذج، لأن هناك مشكلة أيضا في ليبيا، في تونس، في مصر، في دول متعددة. المطلوب هو تقديم رؤية لمستقبل هذا الكيان، لمستقبل هذا الوطن، وكيفية التوفيق بين مكوناته، وكيف يمكن النهوض به. هذه الرؤية كانت معدومة، هناك فقط كان إطلالات صحفية، إطلالات إعلامية، قراءة الواقع القديم والمعاناة التي يعيشها الشعب، هذا الجميع يعرفه. ما هي رؤيتنا للمستقبل؟ هنا دور المثقف العربي أن يقدم رؤية وأن يقدم حلول وأن يطرح بدائل، وإلا سوى ذلك نكون نكرر أنفسنا ونعيد إنتاج صراع من جديد بعد كل عقد أو عقدين من الزمن، دون أن نقدم رؤية أو حل حقيقي وفعلي دائم ومستديم على ساحتنا العربية. جميل، أذهب إلى الشاذلي. يعني زميلك حسان القطب قال بأنه لا توجد رؤية لدى النخب العربية، وأنت قلت بأنهم منفصلين عن الواقع. في الواقع يعني كلام مرعب هذا. بناء على ما تفضلتما به أريد أن أبني عليه وأسألك، إلى أين تسير المجتمعات العربية في ظل خلوها من نخب يمكن أن تقدم لها مقاربة أو تقودها إلى مستقبل آمن؟ الحقيقة نحن وصلنا إلى حالة وإلى مرحلة خطيرة، أعرفها بمرحلة فقدان الهوية والفراغ الفكري. المجتمعات العربية حاليا تم عملية غسيل مخ للشعوب العربية، وخاصة في الحالة المصرية، بحيث أنه أصبح هناك فراغ فكري. بدأت الشعوب العربية وبدأت الدول العربية تنظر إلى بدائل لم تكن في الحسبان من قبل، حتى أن التقارب المصري الإسرائيلي والتقارب السعودي الإسرائيلي والتقارب، هذه كلها نوافذ واضحة تماما. مجرد قبول الشعوب لمناقشة هذه الأفكار هو نتيجة واضحة لفكرة فقدان الهوية أو بدء مرحلة فقدان الهوية والفراغ الفكري الكامل اللي كان يعني أحد أسبابه. تختلف مع حسان بأن الشعوب العربية حتى يعني لا تمتلك القدر الكافي من الوعي؟ هي في الحقيقة كانت تمتلك القدر الكافي من الوعي، لكن تم العمل عليها في لأكثر من 5 سنوات النهاردة أو أكثر، يمكن من 7 سنوات في مصر، إلى ما أدى إلى نوع من الفراغ الفكري. الحقيقة أن نحن في حاجة إلى إخراج جيل جديد من المثقفين العرب قادر على ربط الواقع العربي بالعلم الحديث وبالتفكير الفلسفي المعاصر الذي يؤدي إلى التغيير، العمل على القضايا المعاصرة وإدارتها بصورة محترفة قد تساعد في صنع التغيير. المشكلة الحقيقية في المثقفين العرب وفي الفكر العربي الحديث منذ فترة كبيرة أنه دائما رد للفعل وليس صانع للفعل، في حين أنه يجب على المثقفين العرب وعلى النخبة أن تكون هي كما تفضل الأخ الزميل أن تكون صانعة للرؤية، بل وواضعة لخطط تحقيقها وخطوات تحقيقها. والأهم من ذلك يجب أن تصنع وعي كامل للمجتمعات العربية يقف ضد هذه الخطط المهولة والقادرة من الأجهزة الاستخباراتية ومن الحكومات الدكتاتورية. فمن المفترض أن المثقفين العرب يجب أن يكونوا هذا الحائط السميك القوي لحماية المجتمعات العربية من السقوط في الهاوية.
طيب الضيوف الثلاثة، يبدو أنكم وصلتم إلى نتيجة معناها أن الحبل السري الذي تتغذى منه الجماهير العربية أو عبره من المثقفين انقطع. هل من سبيل إلى إعادة الثقة بين هذه النخب العربية وبين الجماهير؟ أنا أعتقد أن الواسطة يفترض أن تكون النخب السياسية، وهنا نريد أن أميز ما بين النخب الثقافية التي تقدم الرؤية وتقدم المشروع، ونخب سياسية هي التي تحمل هذا المشروع وتقوده إلى التغيير في الواقع. دور المثقف ليس أن يقود المشروع بشكل عملي، ولكن أن يقدم من الناحية المعرفية ودراسة أمراض المجتمع والمعاناة التي يعاني منها بأي أوجه وبأي فجوات خاصة. حتى هذا الدور أخفق فيه النخب العربية، المثقفون العرب حتى هذا الدور أخفقوا فيه. هلا للأسف الشديد بدنا ندخل في تفاصيل ربما تختلف من دولة إلى أخرى وحسب المناخات. الحالة العربية واحدة أستاذ سمير. أنا أعتقد أنها متشابهة ولكنها ليست واحدة. تفاصيل صغيرة لا تغني من الاتفاق على أن حالها شيئا واحدة. يعني الآن هناك انحراف كبير في التصورات لدى حتى الشعوب العربية. ما كان مرفوضا وعيبا وليس مقبولا قبل 50 عاما صار مستساغا بل مطلوبا ومندوبا لدى كثير من الشعوب العربية. هذا الخواء أو التغير والتبدل في المفاهيم والتصورات المسؤول عنه هناك طبقة من المثقفين الذين لم يقوموا ولم يقدموا مقاربات لهؤلاء الجماهير. لا، بدنا نطرح السؤال، هل كان هذا التحول إيجابي أم سلبي؟ أنت تقول ما قبل 50 عاما انفضوا عن تلك المفاهيم التي تفترض أنها كانت صحيحة. لا أفترض، أنا أقول لك ما يحصل. لا، ما يحصل هو الواقع. هذه آراء موجودة. ما يحصل هو الواقع. المجتمعات العربية والشعوب العربية وهذه الثورات هي انفجار على واقع متراكم رفضته هذه الشعوب. هذه الشعوب كانت متعلقة بشكل أو بآخر نتيجة ممارسات الأنظمة بأوهام غلفوها بشعارات تقدمية وحرية وتحرير فلسطين، وهذا قضية شعار كان مهما في مرحلة الخمسينات خلال 50 عاما الماضية، وتبين أنها كلها أوهام، أن هذه الأنظمة هي أملت أن تعلق آمالا كبيرة على أهداف لتحقيق آمال الشعوب وطموحاته. نعم. في سواء كان الوحدة أو الحرية أو حتى العدالة الاجتماعية، تبين بعد 50 عاما أنها كله أنظمة فاسدة واستبدادية وينخرها الفساد من الداخل، وبالتالي انتفضت هذه المجتمعات وهذه الشعوب. هل يمكن لأنظمة بعشر ثواني، هل يمكن لأنظمة سياسية فاسدة كما وصفتها أن تنتج طبقة مثقفين يمكن أن تقوم بدورها؟ أنا أعتقد أننا نعيش حالة مخاض في عدد من الدول العربية، هذه الثورات العربية، وبغض النظر عن النتائج التي نشاهدها الآن. نعم. وإنما المخاض هو مستمر ولم يمكن العودة إلى ما كان قبل الثورات العربية في كل الدولات في كل الأقطار العربية. دعنا ننتظر. أشكرك في ختام هذه الحلقة أستاذ سمير. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الأستاذ سمير نشار المعارض السوري، معي كان في الاستوديو، وكذلك حسام الشاذلي أمين السر العام للمجلس المصري للتغيير، وحسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. إلى لقاء.